يا صباح الزمالك على كل مشاهدينا من جماهير طبعا نادي الزمالك في كل مكان في العالم، ونهار حضراتكم جميعا ابيض بخطين حمر مشاهدينا الاعزاء، وحلقه جديده بنهار ابيض جديد ليوم الخميس الموافق 25 ابريل في 2024، ونهار ابيض علينا وعليكم ان شاء الله. في بدايه حلقتنا في نهارك ابيض بندعي دايما لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم عن قريب ان شاء الله وينتقم من الظلمه المجرمين قتله الاطفال يا رب امين. طبعا النهارده ان شاء الله معاد فقره حصاد نهارك ابيض اللي بيكون معايا فيها دايما زميلنا العزيز محمد عبد الجليل جاليليو، واللي هيدينا فيها بقى ملخص للاسبوع الكروي الزملكاوي والقاري والعالمي، وكمان اللي جاي على الساحه خلال طبعا الاسبوع الجديد واللي منتظر لنادي الزمالك في لقاء طبعا مرتقب من نار في كوماسي باذن الله تكون على الموعد خلاله، ونحجز بقى يعني تذكرة التأهل لنهائي الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخ مدرسة الفن والهندسة. نتمنى للفريق كل التوفيق إن شاء الله، عندنا يعني ثقة كبيرة جدا في أداء فريقنا. وعلى ذكر برضو مدرسة الفن، فخلاص يعني على بركة الله كده النهاردة بتطير بعثة نادي الزمالك لغانا من أجل تقديم طبعا 90 دقيقة قتال ورجولة وفن وهندسة باسم وقيمة وعراقة تيشيرت نادي الزمالك. كل الدعم وكل التوفيق لرجالتنا، احنا وراكم ملايين الزملكاويه في ظهركم، وصحيح المباراه ظروفها مش سهله، ولكن انتوا كفرقه لنادي الزمالك افضل واحسن بكتير، وتقدروا تكسبوا الماتش ده ويعني ترجعوا لنا بقى بتذكره العبور للفاينل. احنا اللي صعبنا المباراه دي على نفسنا، احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده، كان في ايدينا ان احنا نروح هناك مستريحين ونروح هناك ما عليناش كميه الضغوطات اللي احنا هنروح دلوقتي هتكون علينا هناك، لان طبعا في اختلاف في الاجواء وفي اختلاف او عامل الارض وعامل الجمهور بيفرق بشكل كبير جدا معانا، لكن احنا عندنا خبره قاريه كبيره. نادي الزمالك نادي طول عمره بينافس على البطولات القاريه، نادي كبير تاريخ وعراقه، يعني مش هنتكلم على نادي الزمالك في حلقه، ولكن لسه قادرين ان احنا نروح هناك نقلب السيناريو لصالحنا، لسه قادرين ان احنا نروح هناك نلعب برجوله وبقتاليه زي ما انا كنت لسه بتكلم، نقدر هناك نروح نغير كل ده، وان شاء الله ان شاء الله نفرح بقى يعني جماهير نادي الزمالك كلها. يا جماعه مستنيه اللقب ده بجد، ده اهم الالقاب لنادي الزمالك. وشفنا امبارح كمان في الميران، يعني شفنا بقى الجمهور وهو يعني بيدي رسائل للعيبة وبيقول لهم fight till the end، أو يعني بيقول لهم قد إيه هم يعني محتاجين إن هم يقاتلوا لغاية آخر ثانية في المباراة دي. بشكل عام يا جماعة الجماهير الزملكاوية موجودة في كل مكان، مش في مصر بس، لا احنا عندنا جماهير بتدعم في كل حتة ورا اللعيبة ورا الفريق ده في كل مكان، وكمان عندهم ثقة وعندهم أمل كبير جدا في الفريق إن هو إن شاء الله هيرجع منصور من هناك ويرجع بفوز غالي، ونروح بقى إن شاء الله للفاينل واللقب يبقى من نصيبنا. وأكيد اللعيبة برضو والجهاز الفني عندهم النية والدافع إن هم يروحوا هناك يعني يلعبوا بأكتر يلعبوا بقتاليه كبيره ويلعبوا هناك بحماس ويبقوا على قدر من الرجوله ومن المسؤوليه، وده متعودين عليه دايما من الفريق. ولكن في الاول وفي الاخر ده ماتش كوره ومفيش حاجه صعبه، المباراه مش هتكون صعبه، ومفيش حاجه اسمها على ارضي ومش على ارضي، ومفيش حاجه اسمها اصل الجمهور، الجمهور موجود في كل مكان، انت لو نزلت اشتغلت ولعبت بالشكل الصحيح واجتهدت هتكسب، والفوز سهل على فكره، الفوز مش صعب تماما. ودايما يا جماعه الزمالك بيحب الصعوبات، ودايما الزمالك بنشوفه بيقلب السيناريوهات لما بيكون في بطوله صعبه، وزي ما بنقول كلام عقربه معانا شويه، بيبتدي بقى ان هو يعني يظهر بقى شخصيته القويه وشخصيه الفارس اللي احنا دايما متعودين عليها. محدش طبعا هينسى الكونفدراليه اللي فاتت، خسرانين في الذهاب بتاع النهائي 1-0 وجينا هنا خدناه على ارضنا، ومش بس الكونفدراليه اللي فاتت، احنا اتكلمنا في تاريخ نادي الزمالك كله في البطولات الصعبه، يعني كان عامل ازاي وبقينا عاملين ازاي وقد ايه ان احنا قدرنا نفوز بالبطولات الصعبه، وهي ده نادي الزمالك اللي متعود عليه الحقيقه، بنفوز بالبطولات الصعبه يعني. فان شاء الله كل التوفيق لفريق الزمالك، وان شاء الله يروحوا هناك يعني يعملوا مباراه مميزه ليهم، وواثقين في ادائهم دايما
ودايما احنا زي ما بنقول سيناريوهات الكونفدراليه صعبه، ولكن مفيش حاجه صعبه علينا احنا قدها. ولو رحنا هناك ركزنا شويه ولعبنا برجوله، والله يعني الفوز هيكون سهل بالنسبه لنا جدا. طبعا برضو الاستعدادات للقاء ده على قدم وساق، خطوات الاستعداد لمواجهه فريق جيمس في لقاء العوده لا تنتهي ومتواصله. الجهاز المعاون لماستر جوميز وضح لي الصوره او صوره اللقاء ده هتكون عامله ازاي، لقاء العوده، وخصوصا ان الماتش هيتلعب بالنهار. مستر خوسيه جوميز لازم يفهم مدى ابعاد اللعب بالنهار في اجواء حاره وفي لقاء حاسم للتاهل زي دي، لانه تقريبا هيكون اول مباراه للمدرب معانا بيلعبها بالنهار وفي ظروف زي الظروف اللي احنا فيها دي من وقت ما هو جه. كمان ما ننساش ابدا ان المباراه ميعادها في غانا الساعه 4 عصرا في طقس يعني هيكون شديد الحراره، وهي هنا في مصر هتكون الساعه 7 مساء بعد تطبيق التوقيت الصيفي بكره ان شاء الله. عشان كده ربما البعض نادى بخطوه او بفكره ان الجهاز الفني يقيم كده التدريبات الخاصه للفريق هنا في مصر في جو مشمس وطقس يكون حار شويه، علشان اللعيبه تقدر ان هي تاخد على الاجواء اللي هم يروحوا يلعبوا فيها في غانا، وعدم طبعا الاكتفاء باقامه تمرين واحد بس قبل المران على نفس الملعب في التوقيت ده. ولكن ربما برضو مستر خوسيه جوميز عنده رغبه في عدم ارهاق اللعيبه اكتر من اللازم، وان هو عايز او بيتمنى ان هو يوفر لهم يعني سبل الراحه، وان هو ما يكونش فيه جهد كبير جدا علشان لما نروح اللقاء المرتقب ده ما تكونش اللعيبه يعني مجهده بشكل مبالغ فيه. باذن الله يكون الجهاز الفني محضر للمباراه دي كويس قوي من كل بقى الجوانب وكل ظروفها، وعارف انه لا بديل عن التاهل مهما كانت المبررات، وانه لازم يذاكر لها كويس جدا ويذاكر لها بشكل واقعي بعيدا بقى عن المخاطرات او اتخاذ اي ريسك، لان المباراه دي يا جماعه لا تحتمل اي مخاطره. الفريق الغاني ظهر بشكل كان متواضع، يعني ما كانش في افضل حالاته، وكنا هنا في ارضنا وكنا وسط جمهورنا 50,000 مشجع، فعايزين نركز كده وندرس الفريق ده كويس قوي، ولما نروح هناك نغير بقى طريقه يعني نظرتنا للمباراه دي ونظرتنا للمنافس ده. على الجانب الاخر خلونا برضو متفائلين في غانا في بعض الامور اللي هتلعب في صالحنا. اولها بقى كده او اهمها عامل الجمهور، لان فريق دريمز يا جماعه زي ما قلنا امبارح هو عباره عن اكاديميه، يعني لا يمتلكوا اي جماهير، عشان كده ملعبهم الاصلي مش ملعب بابا يارا، يعني ملعبهم ما فيهوش مدرجات كبيره، هو يا دوب بتشيل كده 4,000 أو 5,000 مشجع، وبيكونوا كمان يعني الجماهير اللي موجوده في غانا، يعني مش للنادي ده او مش للاكاديميه لدريمز، يعني مش متعصبين لدريمز ومش هيهتفوا ويغنوا، هم بالعكس هم يعني جماهير طيبه جدا وبتيجي تشجع المباراه وبتيجي تتفرج على المباراه، وبالنسبه لها دي يعني بتكون يعني مش بعيد يكونوا جايين يشوفوا اصلا نادي الزمالك اللي رايح هناك يلعب في غانا، يعني هو هيروح يتفرج يعني يشوف بقى لعيبه الزمالك وشعبيه الزمالك وشيكابالا وزيزو وغيرهم. يعني احنا شفنا لعيبه دريمز اصلا وبعد ماتش دريمز اللي فات وهم رايحين يتصوروا مع شيكابالا، فمش هيكون في الجماهير اللي الناس متوقعاها لنادي دريمز، لان نادي دريمز اصلا ملوش جماهير كبيره. عشان كده هم فتحوا على فكره المدرجات بالمجان في بيان رسمي نزلوه اول امبارح، ولكن رغم كل ده يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله مش هتلعب امام مدرجات مليانه زي ما هم لعبوا قصادنا هنا في مصر بجمهور الزمالك الضخم وهتافاته المستمره اللي بتبقى من اول ثانيه لاخر ثانيه في المباراه. بالعكس حتى لو في جمهور هيكون جمهور قليل زي ما انا بقول لكم، مش هيكون في ان شاء الله اي ضغط جماهيري، ولو حتى كان في ضغط يعني جماهيري احنا لعيبتنا واخده على كده، يعني لعيبه دوليه خبرات كبيره خبرات قاريه وعارفين، يعني مش ده اللي هيأثر على فريق الزمالك يعني بشكل كبير، وهم عارفين هم بيلعبوا بتيشيرت عامل ازاي، ده يعني تيشيرت الزمالك، فاللعيبه مش ده هيكون يعني مشكلتها الاساسيه هناك في المباراه ان شاء الله. كمان ملعب المباراه ملعب بابا يارا هو احد افضل ملاعب غانا، ارضيه الملعب زي غالبيه ملاعب الدوري المصري هنا، فربما المشكلة الوحيدة بس هي اللقاء، يعني مفيش مشاكل قوي ليها علاقة بالملعب، يعني اللقاء بس مشكلته هيكون في توقيته ان هو العصر في درجة حرارة مرتفعة، لكن مش هيكون في الملعب ولا مشكلته هتكون في الجماهير على فكرة.
كمان احنا مسافرين بدري الحمد لله النهارده، فاللعيبه هتاخد على الاجواء بشكل اكبر، هتتدرب بشكل احسن قبل الماتش، هيشوفوا الاجواء، هيتاقلموا بعض الشيء على الاجواء لغايه طبعا مباراه يوم الاحد، هيكون برضو في تاقلم من ناحيه الاجواء. فان شاء الله يعني المباراه مش بالصعوبه دي، ولكن هي مباراه مصيريه، يعني احنا محتاجين نركز كل التركيز في المباراه دي، وان شاء الله ان شاء الله هنرجع بالتاهل من غانا، وان شاء الله اللعيبه هتفرحنا، وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم، وثقه في المدير الفني وفي الجهاز الفني كله طبعا، وثقه في مجلس اداره نادي الزمالك، ان شاء الله الكونفدراليه زمالكاويه، بس يعني عايزين تشجيع بقى للعيبه اكتر، وزي ما احنا طبعا متعودين. الزمالك كان فيه هتاف تاريخي قديم، بالدم والروح بنشجع الزمالك، اتحول بعد كده لدافع لكل بطولة بيلعب عليها الزمالك. كان أول هتاف يفكر فيه جمهور الزمالك بعد نهاية ماتش الذهاب، ومن جمهور الزمالك قعدته كان الدرس إن تجاوزه مش بيتم بمجرد الأمنيات، تجاوز الصعاب بيتم بطريق واحد، الجهد والعرق. حازم إمام، 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 يلا يا إمام خلص يا إمام، مش ممكن، جول جول جول، حازم إمام، ثلاثية زملكاوية في شباك الفتح الرباطي، الزمالك في ربع ساعة يرجعنا للفرحة مرة تاني. مش مطلوب من كل لاعب في الايام اللي جايه من هنا لغايه نهايه ماتش العوده الا انه يكون قد مسؤوليه تيشيرت نادي الزمالك. كل لعيب لازم يكون عنده اليقين انه رايح يحقق هدفه، مش رايح يحاول يحقق هدفه، والفرق شاسع بين الاثنين، لان الموقف الصعب اللي كان من صناعتهم في لقاء الذهاب هم وحدهم قادرون على الخروج منه، بشرط انه يلعب زي ما جمهوره طلبوا هدف ليه مباشره بعد لقاء الذهاب، بالدم والروح أفريقيا مش هتروح. يعني بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح، زي ما قلت ده اللقب الأهم دلوقتي لنادي الزمالك، ده اللقب المهم لكل جماهير القلعة البيضاء، هو ده أقرب لقب لنا. زي ما بنقول ما ينفعش نروح هناك نقول هنحاول نكسب، لازم نروح هناك نقول هنكسب، ولازم نروح هناك نبذل كل جهدنا وكل نقطة عرق علشان ناخد اللقب ده، علشان نروح بقى للمباراة النهائية، ولو ده حصل احنا خلاص فزنا باللقب ان شاء الله. ولكن المباراة اللي جاية دي مباراة امام دريمز الغاني، مباراة سهلة، مباراة مش صعبة، ولكن محتاجة للتركيز. ان شاء الله ان شاء الله فريقنا يعني هيرجع بالفوز، وان شاء الله هنشوف الجماهير الزملكاويه وهي يعني فرحانه باللقب في اخر البطوله، ولكن عايزين من لاعبتنا ان هم يركزوا، وان هم يعرفوا قيمه تيشرت الزمالك، ويعرفوا الجماهير دي بجد قد ايه مستنيه اللقب ده، وقد ايه اللقب ده بالنسبه لهم اهم حاجه في الموسم ده. فان شاء الله نشوف يعني في المباراه اللي جايه دي اداء مختلف خالص عن اللي شفناه في الفتره اللي فاتت. دلوقتي بقى خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه في فقره اقرا الخبر.
نبدأ فقرتنا اقرأ الخبر وبيان رسمي من نادي الزمالك وجاء كالتالي. تلقى نادي الزمالك يوم الأربعاء الموافق 24 إبريل خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة ب 2.4 مليون يورو. وكانت القضية دي بدأ تداولها منذ عام 2020 بعد ما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لفسخ عقده من الطرف النادي. وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في القضية دي، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي اللي صدر قبل تولي مجلس الإدارة الحالي لمهمة إدارة النادي. وبيؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب على أنه سيعمل جاهدا على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علما بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر وورثها عن مجالس سابقة، وطبعا نجح في إدارة القضايا دي بكفاءة وموضوعية وشفافية. وبيشدد المجلس على أنه لن يدخر جهدا أو وقتا أو مالا في التعامل مع هذه القضية والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره. غادرت مطار القاهرة طبعا منذ قليل بعثة الفريق متجهة لغانا لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كاس الكونفدرالية. ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وبيرافق الفريق كمان كلا من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة. وطبعا يعني وفي طائرة خاصة كمان لنقل الفريق إلى غانا، وعلشان يعني يكون متوفر لهم كل سبل الراحة. ومن المقرر أن تستغرق الرحلة حوالي 7 ساعات تقريبا. وأكيد يعني لفتة طيبة جدا من مجلس إدارة نادي الزمالك ومن كابتن حسين لبيب أن هو يكون موجود مع البعثة هناك علشان طبعا يعني يدعمهم ويساندهم في المباراة المرتقبة دي إن شاء الله. نروح بقى لأخبار فريقنا. وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي خوسيه جوميز عن القايمة اللي هتخوض مباراة دريمز الغاني في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر ليها في 7 مساء يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي. وغادر بعثة الزمالك القاهرة منذ قليل متجهة البعثة طبعا غادرت لغانا على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض اللقاء المرتقب أمام دريمز، وبتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من في حراسة المرمى محمد عواد، معاذ علاء الدين، عبد الرحمن نفاد، خط الدفاع عمر جابر، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمد، وأحمد فتوح. خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، ترافيس موتيابا، وإبراهيم أنداي، محمد عاطف، سيد عبد الله نيمار، مهاب ياسر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى شلبي، أحمد زيزو. وخط الهجوم هيكون سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا. كمان قائمة فريقنا بتشهد بعض الغيابات، حيث يغيب محمد صبحي حارس طبعا مرمى نادي الزمالك بسبب الإصابة اللي كان بيعاني منها وهي عبارة عن مزق في العضلة الضمة. كمان بيغيب محمد أشرف رؤى نظرا لظروف زواجه مؤخرا. أما محمود علاء بيغيب لوجهة نظر فنية، وعبد الله السعيد وناصر ماهر نظرا لظروف عدم القيد الإفريقي بسبب مشاركتهم طبعا مع فرقهم السابقة. كمان بيغيب يوسف أوباما اللي عمل عملية جراحية في الفك الفترة اللي فاتت، وطبعا يعني احنا بنتمنى لهم كلهم التوفيق وبنتمنى للقايمة اللي سافرت التوفيق إن شاء الله في المباراة. ونروح لتفاصيل مران فريقنا امبارح قبل السفر لغانا طبعا. وامبارح التمرين شهد كده انتظام احمد فتوح الظهير الايسر للفريق مستعدا للقاء او للقاء دريمز الغاني، وتماثل فتوح من الاصابه اللي كان بيعاني منها بالشد في العضله الخلفيه واللي تعرض ليها في مباراه الاهلي السابقه في مسابقه الدوري المصري الممتاز. وشارك في مران امبارح بصوره طبيعيه، وطبعا فتوح متواجد في قائمه الفريق لمواجهه دريمز الغاني واللي يعني طبعا قلنا من شوية بعد التأكد من جاهزيته الطبية.
أما يوسف أوباما لاعب الفريق واللي هو برضو خارج قائمة فريقنا لمواجهة جيمس الغاني، بدأ المشاركة تدريجيا في تدريبات الفريق بعد ما خضع في وقت قبل كده طبعا لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الفك، وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية امبارح، وطلب كمان الجهاز الفني للفريق الجهاز الطبي للفريق عدم الالتحام في التدريبات خوفا طبعا من تجدد الإصابة. بنتمنى له أكيد الشفاء العاجل. كمان محمد صبحي حارس مرمى الفريق اللي هو خارج برضو قائمة مباراة دريمز، أدى امبارح تدريبات تأهيلية على ملعب نادي الزمالك، وبيعاني الحارس من إصابة بمزق في العضلة الضمة، ويحرص الجهاز الطبي على تجهيز محمد صبحي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. دلوقتي بقى خلونا يعني بعد ما خلصنا اخبارنا الزملكاويه نروح لفاصل سريع ونرجع بعديه علشان نبدا معاكم فقره نهارك على مين. اهلا بكم من جديد، ونبدا نهارك على مين من خساره ليفربول امبارح في ديربي الميرسي سايد وابتعاده عن المنافسه على التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز. ايفرتون فاز على ليفربول بنتيجه 2-0 في مباراه مؤجله من الجوله 29 من الدوري الانجليزي الممتاز. سجل هدفي ايفرتون في المباراه كلا من بريث وايت دومينيك في الدقيقه 27 وكالفرت لوين في الدقيقه 58. ليفربول حاول ان هو يرجع ويعود في المباراه، لكن تالق دفاع ايفرتون والحارس باكفورد وسوء التوفيق اكيد اللي لازمهم في المباراه قضى على حلم التتويج الاخير لليفربول بالدوري في عهد كلوب، واللي خلاص يعني بقى ليه اربع مباريات فقط مع الريدز قبل رحيله، واللي كان طبعا هو اعلن عنه قبل اسابيع بنهايه الموسم. الفوز ده قرب ايفرتون من البقاء في البريمير ليج، ورفع رصيد ايفرتون للنقطه 33 في المركز ال16 علشان يبتعد عن المركز ال18 المؤدي للهبوط بفارق طبعا 8 نقاط. اما ليفربول فبيتجمد رصيده عند النقطه 74 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ارسنال المتصدر ونقطه عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث واللي لسه ليه مباراتين مؤجلتين. ونروح لمانشستر يونايتد واللي قدروا امبارح بقياده برونو وفرنانديز ان هم يفوزوا على شيفيلد بنتيجه 4-2 في المباراه المؤجله بينهم من الجوله 29 في الدوري الانجليزي. شيفيلد بدا بالتسجيل ولكن يونايتد عاد وتعادل بعدها، شيفيلد طبعا سجل من حديد ولكن يونايتد رجع برده وسجل 3 اهداف على التوالي علشان ينهي المباراه تماما. سجل رباعيه يونايتد هاري ماجواير وبرونو فرنانديز هدفين وهويلاند. برونو فرنانديز هو نجم المباراه الاول في المباراه بعد ما سجل هدفين وصنع هدف وفاز بجائزة رجل المباراة. والحقيقة أن برونو ممكن يكون هو رجل الموسم في يونايتد، وأداؤه يعني كان ثابت معظم المباريات، ساهم في 26 هدف مع يونايتد في الموسم الحالي في كل البطولات، سجل 15 وصنع 11 في 41 مباراة لعبهم مع الشياطين، ورفع مانشستر يونايتد رصيده لنقطة 53 وده طبعا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي أو السادس، وتجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 16 في المركز العشرين وهو الأخير. ونروح لكاس إيطاليا، وأتلانتا قدر إن هو يحقق فوز كبير جدا على فيورنتينا بنتيجة 4-1 ضمن لقاء العودة في طبعا نصف نهائي كاس إيطاليا. طبعا مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز بفيورنتينا بنتيجة 1-0، وبالتالي بيتأهل أتلانتا بمجموع المباريتين 4-2 علشان يواجه يوفنتوس في النهائي، وده هيكون يوم 15 على ملعب طبعا الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما. أتلانتا بيحاول إن هو يصنع التاريخ ويحقق إنجاز غايب عن الفريق من أكتر من 60 سنة، وهو الفوز بكاس إيطاليا، خاصة طبعا إن هو ما فازش باللقب ده غير مرة واحدة بس كانت سنة 1963. أما يوفنتوس فهو أكيد هيسعى لاستمرار هيمنته على كاس إيطاليا وتأكيد تفوقه التاريخي وتحقيق الكاس رقم 15 ليه، خاصة وإن البطولة غايبة عنه من موسم 2020-2021. خلونا بقى دلوقتي نروح نعرف أهم مواعيد مباريات النهاردة في كل الملاعب ونرجع مرة تانية بعد أظبط ساعتك.
بيكم من جديد. وصلنا لفقرة سهم 100 عقبة، لنبض 100 عقبة. يعني خلونا نروح بقى دلوقتي لزميلتنا العزيزة علا القائد من داخل النادي، وخلونا يعني نعرف منها آخر الأحداث داخل مدرسة الفن والهندسة. يا علا برحب بيكي، ماذا لديك اليوم؟ صباح الفل عليك زميلتنا العزيزة نادين تيسير، وصباح الفل على جمهور نادي الزمالك العظيم. دائما وأبدا فقرة نبض 100 عقبة، ودائما فيها بنسلط الضوء على أهم يعني كل البطولات اللي بتبقى داخل نادي الزمالك، ونسلط دائما الضوء على الحاجات المهمة، ويمكن كمان الحاجات اللي فيها نجاحات لنادي الزمالك. خلينا بقى أقولك النهاردة يا نادين إن احنا داخل تنس الطاولة داخل نادي الزمالك، ومعنا كابتن عطيت وهيكلمنا عن كل الجديد وكل الحاجات اللي فاز بيها نادي الزمالك. كابتن عطيتو برحب بيكم، نهارك ابيض. الله يخليك، نهاركم ابيض، واحنا اللي بنرحب بيكم طبعا، ومتشكرين على دايما الاهتمام بتاعكم ده. وصباح الخير للاستاذه نادين والجمهور نادي الزمالك كله. كابتن مصطفى عطيتو، طبعا عايز اقول لك ان انت كنت اتكلمت معانا عن في بنات مهمه، ويمكن في احداث كتيره، ويمكن في بطولات خدها تنس الطاوله داخل نادي الزمالك، وكمان عن منتخب مصر. كلمنا بقى عن كل التطورات داخل التنس الطاوله. تمام، هو الحمد لله رب العالمين، واحنا يعني يوم الاحد اللي فات ده كانت اخر يوم في بطوله فرق الانديه، بطوله جمهوريه فرق الانديه، ودي كانت 6 مراحل ناشئين وناشئات 11 و13 و15. فالحمد لله ربنا وفقنا، احنا خدنا 3 ميداليات ذهب، 3 اول من الـ6 ميداليات. خدنا اول 11 بنات واول 13 بنات واول 13 ولاد، ودي طبعا حاجه يعني الحمد لله قويه جدا، يعني ان نادي الزمالك ياخد يعني لوحده 3 ميداليات ذهب من الفرق كلها. طبعا البطوله صعبه جدا، وفرق كتير، مصر فيها فرق كتير كويسه جدا ومحترمه وقويه، لعيبه ومدربين، وكانت منافسة صعبة جدا، ولغاية آخر لحظة في البطولة وآخر مباريات قبل النهائي والنهائي كانت يعني دايما يعني حضرتك ما تعرفيش مين اللي هيقدر يكسب، لكن الأبطال دول حسموها لنادي الزمالك سواء في الـ 11 وفي الـ 13. في برضو أبطال تانيين مش موجودين هيبقوا موجودين إن شاء الله، زائد برضو نجاحات تانية برضو، يعني في فرق مثلا الـ 15 ولاد خدوا في يعني في النهائي المركز تاني، وفي برضو 15 بنات خدوا مركز تالت، ودي برضو يعني في الفترة دي أفضل شوية إن شاء الله، المرة الجاية يبقوا أول إن شاء الله. بالنسبة للبنات طبعا دي بطولة فرق الأندية على مدار الموسم، طبعا إحنا لعبنا بطولات فردي كذا بطولة، الثلاثة ده طبعا يعني مصنفين أوائل على مصر، وأغلب البطولات جوه يعني كان في هم الثلاثة جوه الدور الأربعة في أول بطولة اتعملت، ودايما عندنا طبعا بطلة جامدة دارين يعني ربنا وفقها جدا في الفرق، كانت يعني هي كسبت ماتشين من كل الأندية اللي لعبتهم، وماري محنين. كم طبعا سنة يا كابتن هم كم سنة، عرفنا كده هم قد إيه؟ هم دارين ومريم 12 سنة وحنين 11 سنة. لعبوا بقالهم قد إيه بقى يا كابتن، وخدوا كم ميدالية؟ كلمنا كده عنهم لو هم موجودين معانا بقى كده. يعني هم بيلعبوا، وطبعا هم هيقولوا لحضرتك برضو هم بدأوا امتى بالظبط وكده، بس طبعا على مستوى الجمهورية كسبوا ميداليات كتيرة فردي وفرق، طبعا عشان يعني الإحصائيات طبعا يعني ما نساش حاجة. وكمان في شهر 10 اللي فاتت دي لعبوا بطولة مصر الدولية، مثلوا مصر، دارين وصلت فاينل مع زميلة ليها من النادي بس لظروف خاصة يعني مش موجودة، ومريم وحنين برضو دخلوا دور الثمانية. دي بطولة دولية بيبقى منتخب مصر بيلعب، وبتيجي لعيبة أجانب من دول تانية، وفي السنة دي كانت يعني في هي بتتنظم في مصر دايما كل سنة بطولة مصر الدولية دي. و عدد الفرق بقى المشاركة، لو اتكلمنا عن الفرق، هل كان بينافس الزمالك فرق كتيرة وازاي تخطوها؟ 21 نادي. 21 منهم بقى ايه، كام فرق؟ ده الفرق طبعا، الفردي بيبقى عدد اكبر بكتير، بتوصل ساعات ل 256 لاعب، لكن الفرق عشان كل نادي بيجيب اقوى 3 عنده، يعني ممكن نادي يبقى عنده 10 لعيبه بس في البطوله لازم يروح بثلاث لعيبه بس، ما يقدرش يلعب اكتر من كده. يعني 3 لعيبه مثلا، ممكن يبقى معاه 2 تاني احتياطي كده. فالانديه طبعا اللي احنا لعبناها اللي هي المنافسه القويه طبعا، نادي الاهلي، نادي القناه، نادي امبي طبعا، نادي العبور. الشركات ليها دور في نادي امبي ونادي بتروجيت، عندهم فرق قوية جدا وهيلين في الرجال وفي السيدات وفي الناشئين وفي الناشئات، واغلبهم الجهاز الفني بتاعهم مدربين على اعلى مستوى، واغلبهم كانوا معانا في نادي الزمالك يعني زمايلنا برضو، والاسماعيلي
وسبورتنج اسكندريه. اذنك بقى بالنسبه لانديه الشركات تحديدا النقطه دي عايز اكلم حضرتك، هل اللعيب طبعا انا عارفه انه بيدفع فيها ارقام للعيبه ارقام كبيره، فهل بنقدر ان احنا دايما، احنا طبعا ولادنا بيلعبوا دايما لصالح الزمالك ومهما كانت الظروف دايما الزمالك حاجه تانية وغير، لكن كلمنا عن هل فعلا اللي احنا سمعناه ده بجد فعلا بياخدوا ارقام كبيره؟ والله بياخدوا ارقام كبيره نقولها يعني، لا مش هنقدر نقولها، هم طبعا بياخدوا ارقام كبيره ومميزات كبيره كمان، يعني الادوات، السفر، الملابس. طبعا الادوات دلوقتي بقت اسعارها غاليه جدا، يعني الله يكون في عون النادي واولياء الامور. طبعا بياخدوا ارقام كبيره وكل المميزات كبيره جدا، فاحنا بنشكر الناس دي جدا لان هم ابطال، لان طبعا انت عارف حضرتك ظروف النادي في الفتره الاخيره كانت صعبه شويه، والمدربين واللعيبه تحملوها جدا، وكانوا يعني بيفكروا بس ان هم ازاي يعني يفوزوا او ياخدوا حق نادي الزمالك، وما بيفكروش في الماديات والحاجات دي. الفتره الاخيره بقى يا كابتن، هل بقى في دعم مادي؟ في ناس برضو يعني في ناس، معلش انا اسف، في ناس ما تحملتش الضغوطات دي، وطبعا يعني هم فلتره بقى. فلتره بقى. طب خلينا نقول النادي الفتره دي بعد ان شاء الله طبعا ما مسك مجلس الاداره ويمكن ابتدينا نشوف بوادر كده حلوه وتدعيمات قويه، هل المشاكل ابتدت تتحل شويه؟ بدات في الطريق مثلا في حاسس والله في بالنسبه للرواتب بتاعه المدربين ابتدت يعني المشاكل تتحل شويه، وبرده للعيبه الكبار والناشئين. بنشكر مجلس الاداره طبعا وبنبارك له طبعا على البطولات دي، وبنبارك له كمان على الانديه العربيه سيدات، لسه من اسبوعين احنا كسبانينها طبعا، وبنبارك برضو النادي انبي على اللي هم كسبوا الرجال، لكن وبنبارك للكابتن احمد السمري طبعا مدير النشاط الرياضي، هو على فكره مش غريب على تنس طاوله، بيدعمنا من زمان جدا، وحتى اخر يوم ليله البطوله كان موجود معانا في الصاله هنا وبيدعمنا وبيدعم اللعيبه، فانا بصراحه يعني بهديله البطولات دي الصراحه، ومع مجلس الاداره طبعا بقياده كابتن حسين لبيب طبعا، وكمان ان شاء الله الدوري والرجال والسيدات هم في الدوره المجمعه لسه هيبداوها وبيلعبوا، ان شاء الله ربنا يوفقهم وفي مجموع الدورتين يكسبوا باذن الله. شكرا جدا يا كابتن، وخلينا بقى نروح لابطالنا بناتنا نادي الزمالك. وقولي لي بقى، عرفي الناس كده اسمك ايه وبقالك قد ايه بتلعبي، وشالك شويه اسئله كده. اسمي حنين بسيوني. لا عندي فكره، اسمك ايه؟ حنين بسيوني. حنين بسيوني. قولي لي بقى بتلعبي بقى لك قد ايه؟ 5 سنين. انا عندي 5 سنين. وانت عندك كام سنه دلوقتي؟ دلوقتي عندي 11. بقى لك قد ايه بقى؟ بقالي حوالي مثلا شاطره في الماس سنتين. 6 سنين. طب قولي لي بقى، خدتي كام بطوله الفتره الاخيره كده وكم ميداليه؟ واحكي لي كده، احكي لي المشوار الكبير ده. خدت 5 قبل كده، وخدت سادس، خدت سابع. خدتي سادس؟ خدت 5. وشاركتي، دخلتي المنتخب ولا لسه؟ في المنتخب. انت بطلة. قولي لي بقى، مين بيشجعك في البيت على الموضوع ده؟ بابا وماما. بابا وماما. مامتك؟ مامتي وبابايا. بيساعدوكي والامتحانات. طب وانت اخبارك ايه بقى في الدراسة؟ طب قولي لي كابتن، لما تيجي مثلا تعملي حاجه مثلا غلط في التمرين او حاجه، بيزعق ولا انت بتحسي ان هو لا بيبقى هادي؟ بيعملها، بيفهمها لي عادي. ده بابايا بيمرني وكابتن عطيته. بيمرنوكي دايما وبيشجعوكي مش كده؟ ان شاء الله بالصبر. عندك حاجه بقى جديده ممكن تقوليها كده الناس؟ عندك بطولات قريبه؟ مش حاجه داخله قريب ولا لسه في فتره الامتحانات؟ لسه فتره الامتحانات. بعد الامتحانات بقى يبقى فيها هجمه. نفسي تبقي ايه بقى بعد كده؟ قولي لي نفسك بعد كده تبقي ايه بقى، يعني بطله في ايه؟ في مين مثلا القدوه عندك؟ شايفه مين مثلا؟ لا انا عايزه ابقى زي ده. انا جوت. نفسي انا جوت. تبقي زيها كده ان شاء الله، تبقي بطله العالم وتمثلي دايما نادي الزمالك. بشكرك جدا. شكرا يا حبيبي. قولي اسمك ايه بقى؟ مريم حسونه. مريم حسونه. بقى واخده كام بطوله يا مريم؟ قولي لي عندك كام سنه وانت بتلعبي؟ يبقى لك قد ايه؟ احكي لنا بقى. بلعب من 6 سنين. 6؟ طيب وانت عندك كام سنه برضو؟ نفس السؤال. عندي 11. 11 سنه؟ يعني انتوا تقريبا نفس. قولي لي بقى، مين بيشجعك في البيت؟ وبرضو قولي لي مين القدوه بتاعتك، وشايفه مين عايزه تبقي زيه؟ بابا اللي بيشجعني في البيت، لكن انا كل
اختيار بقى الزمالك، انت اللي اخترتي تلعبي في الزمالك، طبعا شكلك مولوده هنا بس صح؟ قولي لي طيب، قولي لي لما مثلا بيحصل حاجه او انت مثلا تغلطي في حاجه في التمرين او حاجه، هل الكابتن برضو بي 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 كده زيها برضو بيقول لك ما تخافيش وكده ويشجعك؟ صح بيصحح لي بيشجع مشاكل او اي حاجه. قولي لي بقى انت اسمك ايه؟ دارين هشام. دارين عندك كام سنه برضو بتلعبي؟ عليك 12 وبقى لي 6 سنين بلعب. دلوقتي عندي 12 سنة 6 سنين. طب خدتي كم بطولة بقى؟ يعني آخر بطولة واخدة تاني، وقبلها في مصر الدولية لعبت فاينل برضو، ودلوقتي تحت 13، وقبلها أخدت كذا ميدالية برضو فضة وبرون ومنتخب برضو. دخلتي المنتخب بقالك قد إيه بقى؟ 3 سنين سنتين إن شاء الله. قولي كم ميدالية بقى معاكي؟ كتير مش هتعرفي تعدي. عندك بطولات قريب ولا بعد الامتحانات؟ لا بعد الامتحانات ان شاء الله. ومتفوقه ولا الدنيا ايه؟ لا ان شاء الله بالتوفيق لكم، واشوفكم ان شاء الله كده نجمات الزمالك ونجمات منتخب مصر. شكرا. شكرا ليك يا نادين. طبعا ده كان لقاءنا مع بطلات التنس الطاوله داخل نادي الزمالك وكابتن مصطفى عطيته، وبالتاكيد يا نادين عوده ليكي مره اخرى. بشكرك شكرا جزيلا زميلتي العزيزة علا القائد، بشكرك على اللقاء ده، والشكر أكيد موصول لكابتن عطيت ومدرب تنس الطاولة داخل نادي الزمالك، وأكيد الشكر موصول لحنين بسيوني ولمريم حسونة ودارين هشام، وبالتوفيق أكيد لكل الألعاب الرياضية داخل نادي الزمالك. دلوقتي بقى خلونا نروح على مدرجكم الافتراضي الشارع الأبيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. موضوع حلقتنا في نهارك ابيض النهارده بيتكلم عن رساله لدعم جوميز قبل المواجهه الحاسمه امام جيمس الغاني بالكونفدراليه الافريقيه. خلونا نروح نشوف كده جمهورنا على السوشيال ميديا رايه ايه، ونبدا من عند احمد العمده. صباح الخير عليك، عايز اقول له انت معاك لعيبه كبيره جدا جدا وخبرات كبيره، وان شاء الله زي ما قال شيكابالا الصعود هنجيبه من غانا وهنصعد النهائي وهناخد البطوله باذن الله البطوله. محمد ابو الصادق، صباح الخير عليك، رسالتي هي تحافظ على نص الملعب ودي اهم شيء، وما تفقدش الامل في المباراه دي، واحنا بندعمكم ووراكم في كل بطوله، وركز على شيكابالا في كل ماتش وان شاء الله اللي جاي افضل. عبد الله اللبناني، صباح الخير عليك، جوميز مدرب ذكي جدا وشخصيه قويه، لازم يدعم اللاعبين معنويا ونفسيا ويختار التشكيل المناسب للماتش، اهم حاجه الروح والعزيمه والاصرار على الفوز ونوصل للنهائي ان شاء الله والبطوله في 100 عقبه. بشكرك يا عبد الله. اشرف عز الدين، صباح الخير عليك، ان شاء الله نرجع بالفوز، كل الدعم للجهاز الفني والمدير الفني، بس يا ريت يفكر في التشكيل الصح من بدايه المباراه علشان نقدر نحسمها بدري ونصدر الضغط العصبي للفريق المنافس ونرجع باذن الله بالتوفيق للملكي. محمد عاطف، صباح الخير عليك، احب اقول لجوميز ان شاء الله هنرجع من غانا واحنا صاعدين ان شاء الله بالتوفيق لنادينا العظيم نادي الزمالك. بشكركم كلكم على ارائكم دي على السوشيال ميديا طبعا، ولكن دلوقتي بقى خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم بعد دي في فقره سهم وقوس اللي هيكون موجود معايا فيها زميلي العزيز جلاليو، وطبعا حصاد الاسبوع محلي وعالمي وقاري. استنونا بعد الفاصل، فقره مميزه جدا. مش مطلوب من كل لاعب في الايام اللي جايه من هنا لغايه نهايه ماتش العوده الا انه يكون قد مسؤوليه تيشيرت نادي الزمالك. كل لعيب لازم يكون عنده اليقين انه رايح يحقق هدفه مش رايح يحاول يحقق هدفه، والفرق شاسع بين الاثنين، لان الموقف الصعب اللي كان من صناعتهم في لقاء الذهاب هم وحدهم قادرون على الخروج منه بشرط انه يلعب زي ما جمهوره طلبوا هدف ليه مباشره بعد لقاء الذهاب بالدم والروح. افريقيا مش هتروح. اهلا
اهلا بيكم من جديد. وصلنا لفقره سهم وقوس، يعني طبعا دي بقى هي الفقره اللي انا ببقى مستنياها دايما في نهايه كل اسبوع، طبعا اللي بيكون منورني فيها المحلل الرياضي المميز محمد عبد الجليل جاليليو. يعني يا جاليليو انا مبسوطه جدا ان انت موجود معايا وبنعمل كده حصاد للاسبوع المحلي والعالمي والقاري، ودايما انت يعني بتقولي الاخبار او بتقولي كده الانفو اللي كلنا بنبقى مستنيينها وعايزين نسمعها منك. يا نادين مساء الفل وهابي ويك اند. حر حر جدا، حر قوي جدا، جو غريب. بنعود اللعيبه بس عشان انت عارف قبل ماتش دريمز اللي هو يا جماعه مش فارقه غنى من بالزبط. من مصر كتير دلوقتي بالظبط، احنا دلوقتي 42 تقريبا يعني. انا عايز بس الناس في البدايه قبل ما نتكلم في التوبكس الاسبوعيه اللي هنتكلم فيها، اعزي كابتن سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق في وفاه كابتن سعيد الشيشيني اخوه وشقيقه نجم الجيل الذهبي للمقاولين العرب انطوان بيل بقى، والجيل التاريخي اللي انهى احتكار القطبين في الدوري وتوج ببطوله الدوري في الثمانينات. بقاء لله وربنا يجعلها اخر الاحزان، بقاء لله ويصبر كابتن سامي يا رب وكل اسره المرحوم يا رب. امين امين. طيب يا جلالي لو هنبدا كده مع بعض بدايه حلقتنا او بدايه فقرتنا، وعايزك تقول لي كده حدث الاسبوع من وجهه نظرك. اكيد كان ماتش الزمالك ودريمز الغاني، المباراه اللي تم اهدار فيها كل الفرص ان الزمالك يطلع بيه بنتيجه قوي. ايجابيه صعبناها على نفسنا، ولكن دايما انا بقول ان البطولات السهله مش سكه الزمالك، مش بتاعتنا. صحيح، الزمالك دايما بيحب الصعب وبيعرف يخش في الصعب، ولما بتتصعب كده بتبقى ليها طعم احسن. انا دايما متذكر كل بطولات الزمالك القاريه وتتويجات 84 86 93 و96 ضربات الجزاء، 2002 الرجاء في المغرب الماتش الغريب اللي كابرال قعد فيه حازم امام احتياطي، 2019 الكونفدراليه اخر تتويج قاري لينا قبل السوبر الافريقي، كل حاجه كانت مكعبله. فالكعبله دي تحس ان هي بتبقى طريق الزمالك دايما، فلعله خير. واخدين احنا على الشقه، واخدين على احنا جمهور شقيان، بطولات اللي فيها شقه شقيان ونادي شقيان، ما بناخدش حاجه بالساهل. عشان كده دايما شيكابالا ليه الايموجي الشهير اللي هو بيعمل كده للناس، ان احنا بنعرق قوي طبعا في البطوله بتاعتنا. وشيكابالا بما انه ايقونه واسطوره فهو متفاهم ده كويس قوي دايما، ان ده بيبقى قدر الزمالك، فكره التعب وفكره العرق عشان تاخدي بطوله صعبه طبعا. مباراة وده على فكره اللي بيميزها يعني. مباراه كنا نقدر نخرج فيها بنتيجه ايجابيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل، ما كناش الاحسن في المباراه ديت الحقيقه، مش قصدي الاحسن من الطرف المنافس، ما كناش الاحسن وفقا لقدراتنا وفقا لتيم الزمالك الفتره الاخيره تحديدا تحت قياده جوزيه جوميز اللي مظلوم. وهنيجي للجزئيه دي يا نادين في حاجات كتير، لان في النهايه ليس في الامكان افضل مما كان، لان الزمالك بيمر الفتره اللي فاتت ديت بغيابات عديده قوي، الراجل حتى ما اتكلمش عنها، وهنيجي للجزئيه دي. انما 0-0 نتيجة بقدر ما هي سيئة بقدر ما هي مش كارثية، لأنك ما استقبلتيش على ملعبك، ودي جزئية مهمة قوي. خلينا نقول مثال حي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، بيترو أتلتيكو على ملعبه اتعادل مع ملعب مازيمبي، اتعادل 0-0 في الذهاب، في الإياب قدر مازيمبي يتعادل يكسبه في ملعبه في أنجولا ويتأهل. مظبوط. فبالتالي فكرة 0-0 دي فخ ممكن تكون للفريق اللي كان المباراة الأولى على ملعبه، وممكن تكون للفريق التاني اللي هيعرف يستغل واللي هيعرف يظهر شخصيته. ده اللي نتمنى إن شاء الله إن هو يطلع يوم الحد، وأنا متفائل جدا بأمر الله إن شاء الله يا رب. طيب لو هقولك بقى الحدث الأجمل في الأسبوع هتقول لي إيه؟ بالنسبة لي الأجمل في الأسبوع كان كالعادة هو جمهور الزمالك. الحقيقة إن جمهور الزمالك، أنا حضرت المباراة من الملعب، الكيرف سود والمدرج المتعلق بالتالتة يمين لا يهدأ، يعني النتيجه 0-0، الزمالك بيهاجم، الزمالك عليه هجمه خطره، الدقيقه 90، الدقيقه 0، التسخين بعد الماتش، الجمهور دوت لا يهدأ. واكبر رساله وعي الجمهور عملها بعد الماتش ان كل الجمهور نادى على اللعيبه وقال لهم شكله عامل ازاي، خلي بالك قال لهم العوده يا زمالك هنعوض في العوده، كله دلوقتي يركز على ماتش العوده، كله يركن اي حاجه وراه. جمهور الزمالك جمهور مختلف، جمهور دايما، انا دايما بقول الجمله دي وهفضل اقولها، جمهور الزمالك جمهور مختلف، جمهور عنده من الوعي ومن الهوس باللي بيقوله وباللي بيؤمن بيه اللي تخليه يتحمل اي مشاقه واي صعاب. ولولا جمهور الزمالك، انا متاكد من اللي بقوله دوت، لولا جمهور الزمالك كان تحول الزمالك الى نادي غير نادي بطولات، كان اندثر زي انديه كتيره قوي ما اندثرت باللي تعرض ليه خلال ال 20 او ال 25 سنه الاخيره. مظبوط. لان الجمهور ده وقفته في ظهر النادي، وطريقه الوقفه وطريقه الدعم اللي بيدعم بيه الفريق هي دايما اللي بتخلي الزمالك دايما يفضل في مصاف البطولات وفي مصاف المنافسه، دي حقيقة على الاقل، ويفضل دايما في صوره المنافسه. فالحقيقه جمهور الزمالك احنا كنا حتى اوفى جمهور واحلى جمهور، والحقيقه ما بيقعدوش ثانيه في المدرجات من اول ثانيه لاخر ثانيه زي ما قلت يا جاليليو، بيشجعوا بنفس الحماس، ما بيقلوش ما بيهدوش ما بيتعبوش، والزمالك خسران الزمالك كسبان هم بيشجعوا وهم بيدعموا. خلي بالك امبارح كمان راحوا التمرين الاخير، بص
وبص كمان الجمهور بالظبط لسه بتكلم على الجزئيه دي. يعني نشكر زمايلنا بقى اسلام الجوهري وابراهيم واميره في الاعداد، ربنا يكرمهم. الصوره دي فعلا مهمه قوي لان دي رساله مظبوط. في كوميسي نصنع المستحيل عن الصعود، عن الصعود لا يوجد تأهيل فايت تيل دي اند، ده اخر تمرين. فبيودوا رساله ان انتوا مفيش بديل عن التاهل مظبوط، واحنا جايين وراكم قبل المباراه ديت اللي هي مباراه منتظره ومباراه مرتقبه مظبوط. واللعيبه واقفين اهو بص مع الجمهور، ويعني كمان تحس ان في رسائل متبادله دايما بين الجمهور وما بين اللعيبه، ودايما في يعني ترابط ما بينهم قوي جدا. وده الوعي اللي بقول لك عليه طبعا، ده فكره الوعي. الجمهور ده مش بس جمهور محب، هو جمهور واعي وعارف امتى وقت الدعم، وعارف كويس قوي قائمة الزمالك الأفريقية مختلفة عن قائمة الفريق المحلية. والتعادل في الذهاب رغم أنه نتيجة مخيبة إلا أنه ليه عوامل وليه مبررات أثرت على الفريق دوت، لأن مش فريق الزمالك اللي لعب الأهلي هو فريق الزمالك مثلا اللي خاض مباراة دريمز، مع اختلاف المنافس مع اختلاف التفكير مزبوط. لكن في النهاية أنا دوري دلوقتي مش أن أنا أقعد أفند مين كان قليل ومين غاب ومين جه، أنا دوري دلوقتي الدعم. الدعم طبعا، لأن المباراة بتاعت يوم الحد دي منعرج موسم، منعرج النادي كله، هنيجي وهنقول ليه دلوقتي اكيد. والمباراه اللي جايه دي يعني هي الاهم، لو فزنا بيها ان شاء الله فزنا بالبطوله خلاص الموضوع هيبقى سهل جدا. ولكن ان شاء الله ان شاء الله لو قلت لك بقى نروح يعني للحدث الافضل من وجهه نظرك كده في الاسبوع ده، كان هيبقى ايه افضل حاجه الاسبوع دوت؟ عجبتني كان ابراهيم اندياي. الراجل ده مظلوم الحقيقه. ابراهيم اندياي رجع من فتره غياب كبيره قوي من مباراه الاسماعيلي، لو تفتكري المباراه اللي تعادلنا فيها 0-0 اللي هي اول مباراه لجوزيه جوميز، وقتها كان بيلعب في مركز الباك ليفت لان فتوح ما كانش رجع. فضل دياي غايب من وقتها لان جاله مزق في الضمه، وكان فتوح هو اللي بيلعب بشكل اساسي لحد ما فتوح اتصاب في مباراه الاهلي، فاصبح دياي دخوله القايمه لا غنى عنه بل بدا بشكل اساسي. مفاجاه ان الارقام وتقييم منصه سوفا سكور الشهيره بالاحصائيات انصفت دياي بشكل رهيب. تخيلي ان هو واخد 9.1 يعني اعلى تقييم في لعيبه الزمالك وفي المباراه كلها. حتى ارقامه على مستوى التدخلات الناجحه وعلى مستوى صناعه الفرص وعلى مستوى التسديد على المرمى وخريطته الحراريه، الخريطه الحراريه دي بتوضح لعيب تحركاته كانت في انهي اريا من الملعب بالظبط. هتلاقي ان الخريطه الحراريه بتاعت اندياي مركزه على انه بيقدر يتحرك في كل نواحي الملعب سواء الدفاعيه او الهجوميه. مظبوط. الارقام اهي معانا كمان على الشاشه يا جلاليو. بالظبط 80% نسبه نجاح التمرير، نسبه لا باس بيها على الاطلاق. قدر يصنع 3 فرص، يعمل 4 عرضيات، اكتر لاعب سدد من الزمالك على المرمى 7 بنرات، منهم 2 على المرمى عفوا، يعني 7 تسديدات منهم 2 على المرمى. اكتر لاعب قدر يكسب اخطاء، اكتر لاعب قدر يفوز بالالتحامات الثنائيه، وكان رجل المباراه بنسبه 9.1 في تقييم منصه سوفا سكور. حقيقه ابراهيم اندياي كمان انا بقول ده لان مباراه الاياب انا بعتقد انه هيكون ليه دور اساسي، بس مش في مركز الباك ليفت، في مركز الهاف ليفت او في مركز الجناح قدام فتوح، لاني بعتقد ان شاء الله ان شاء الله لو زيزو جاهز لا غنى عن زيزو ناحيه اليمين، واحمد حمدي بالتاكيد هياخد ادوار مظبوط. الخريطه الحراريه انت متصوره، بصي تحركاته عامله زي ما واخد الناحيه يعني الشمال كله ما سابش من المرمى بتاعه، بصي من المرمى بتاعه لغايه بصي تواجده في منطقه جزاء المنافس مظبوط، كانه مهاجم، فعمل مجهود جبار. والحقيقه ان ابراهيم اندياي ممكن يكون فعلا زي ما بقول لك ليه دور مهم في مباراه العوده اللي هتحتاج فوت وورك كتير، هتحتاج جري وهلك كتير، وهتحتاج لاعب عنده القدره على ان هو يعمل معدلات جري كتير. ابراهيم اندياي بيتميز بالجزئيه دي، بلس كمان ان هو عامل فورمه كويسه في مباراه الذهاب، انا بعتبره كان افضل لاعب في الزمالك، النتيجه ما انصفتهوش لانه قدم مباراه كبيره على المستوى الشخصي، عمل وادى كل اللي عليه، فانا بعتبره الافضل في تيم الزمالك الاسبوع دوت. هو دي حقيقه، وطبعا احنا شايفين في تطور في ادائه كبير، ولكن خليني كده اخدك بقى لاهم تصريح او لاحسن تصريح حصل الاسبوع ده. الاسبوع اللي فات كنت بقول لك ان جوارديولا لما اتسال هو ريال مدريد محظوظ انه بيكسبك او انه بيتاهل عليك بعد كل الجيم اللي انت عملته فيه ده، رد انا بعتبره تصريح الموسم مش بس تصريح الاسبوع، وقال ان يوهان كرويف قال لي ان مفيش حاجه في الكوره اسمها حظ. تصريح الاسبوع بالنسبه لي الاسبوع دوت او الويك دوت كان لمدربنا مستر جوزيه جوميز. ليه؟ الراجل دوت غاب عنه زيزو وفتوح بلس عبد الله وناصر ماهر الموجودين في القائمه المحليه، بلس انه داخل المباراه وهو راجع من مباراه الاهلي اللي كان فيها نشوه كبيره قوي، فالفريق كله في غياب تركيز. لكن اجمل ما في الراجل انه طلع ما بررش وما تحججش، لا بالعكس، وكمان انا شفت له تصريحه وهو متضايق من الاداء ومتضايق. خلي بالك بقى هو قال جمله مهمه قوي، انا عاوز اسمعها على لسانه بالظبط. تعالي نسمعها على لسانه، يلا نروح نشوف التصريح ونركز هو قال ايه. بالبطوله دي احنا محتاجينها بكل حاجه، والعقليه بتاعت جوميز دي عجبتني طبعا. ما طلعش قال لك انا من غير زيزو ما بيبررش، من غير الباكين بتوعي، من غير عبد الله السعيد عقل الفريق، من غير ناصر ماهر نجم الفريق، لا انا عندي غيابات
بس انا بالغيابات دي كسبت الاهلي من كام يوم. طب ليه ما كسبتش دريمز؟ عشان ما قدمتش اللي عندي كله. وهو ده المهم، اللي ما قدمتش اللي عندي. عشان كده انا عجباني واقعيته في التصريحات، واتمنى تكون واقعيته يوم الحد كمان موجوده في الملعب. بنتمنى طبعا اللعب المتوازن الواضح اللي نقدر من خلاله ان شاء الله ان احنا ما نفتحش الجيم بزياده، وفي نفس الوقت ما نبقاش احنا اللي بنستقبل اللعب، واعتقد ان هو يقدر يعمل ده بشكل كويس. مظبوط. طيب خليني بقى اروح معاك لحيره الاسبوع. ايه هي حيره الاسبوع من وجهه نظرك بخصوص طبعا يعني ليفربول والمدرب الانسب لليفربول؟ بس خلينا نروح نشوف الفيديو جراف ده ونرجع بعديها اخد تعليق منك بقى. يلا بينا. يعني طبعا حيرة كبيرة جدا لكل عشاق بقى ليفربول، ومحدش عارف مين هيعوض غياب أو رحيل كلوب. الناس خايفة، ما مش عارفين أنهي الأحسن. أنت من وجهة نظرك مين الأنسب لتدريب ليفربول؟ حيرة، لأن اللي يعوض كلوب مش أي حد. أه طبعا. أنت مش بتعوضي مدرب. هو عمل طفرة يعني في ليفربول. أنت بتعوضي حقبة. طبعا. زي بالظبط، مش 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 هبالغ لو قلت أن يورجن كلوب في ليفربول عمل حقبة لا تقل في قيمتها وفي تأثيرها، مش بتكلم على مدتها، على حقبة سير أليكس فيركسون مع مانشستر يونايتد. لأن كلوب أعاد إحياء ليفربول الجديد، وأعاده للواجهة، فاز بكل حاجة تقريبا باستثناء اليوروبا ليج. وكنت أتمنى إن نهايته تبقى أحسن من كده، لأنه للأسف خسارة اليونايتد، خروجه من اليوروبا ليج، خسارته بالأمس. تفتكر مفاجأة. ده تأثير يعني قرار رحيله على اللعيبة إن هم مش بيقدموا برضو كل حاجة عندهم، أو في إحباط؟ بصي أقول لك على حاجة، ما أقدرش أقول ده 100%، لأن الفريق بعد قرار إعلان رحيله اللي كان في الشتاء، اعتقد ان هو كان من 4 شهور، الفريق عمل بعديها مباريات رائعه رائعه، يعني ليفربول كان اون فاير جدا. الانتكاسه اللي حصلت دي بقى لها حوالي 3 اسابيع تحديدا، من بعد مباراه مانشستر يونايتد اللي خسروها او اللي تعادلوا فيها في الدقائق الاخيره. القصه وما فيها ان ربما تكون طاقه اللعيبه بما فيهم محمد صلاح نفسه اللي بيواجه انتقادات بالمناسبه دلوقتي، واخد تقييم سيء امبارح. صحيح كل لعيبه ليفربول واخده تقييم سيء، يعني اعلى واحد لويس دياز واخد 6.3 تقريبا. صلاح واخد 4.4، ما بين 4.4 وما بين 5. مش تقييمه يعني، او مش اللي احنا متعودين، مش فورمه صلاح ومش قصه صلاح. بس كل لعيبه ليفربول تحس ان النادي كله اصبح زي ما كلوب كده قال، طاقته خلصت، شغفه انتهى، بيفكروا في اللي جاي بما فيهم صلاح نفسه. ممكن يكون في قلق كبير، اكيد ارتباط استمرار صلاح يعني مرتبط بالمشروع طبعا. عشان كده ليفربول، ودي بقى الحيره، بيتعجل في اختيار البديل. واحد زي سلوت، وهو ده المفترض يعني النهارده الديلي ميل انهت الحيره دي وقالت ان خلاص ليفربول هيعلنوا مدرب رسميا قبل نهايه الاسبوع دوت. فسلوت ده لما يجي هيقعد مع صلاح، هيتكلم معاه، انت مشروعك ايه؟ انت بتفكر ازاي؟ انا محتاجك معايا، انت راجل من اهم نجوم ان لم تكن ميجا ستار الفرقه. مظبوط. ولا لا، انا هعتمد على اللعيبه الصغيره، فممكن صلاح ياخد قرار انه يمشي للخليج وللسعوديه، كل شيء وارد. لكن الحقيقه ان هي حيره الموسم وحيره العام كله هو اختيار بديل يورجن كلوب. لان خلاص تشافي مكمل في برشلونه، والناحيه الثانيه بايرن ميونخ قرب يخلص مع بديل توخيل اللي هو رانجنيك على الاغلب. انما بيبقى ليفربول اختيار بديل يورجن كلوب امر صعب جدا، لان اللي هيرث الارث الصعب ده هيكون عليه ضغوط كبيره قوي، لانه بيخلف مدرب عظيم عظيم بجد،
وصنع متعة في البريمير ليج، واحنا مدينين ليه بالمتعة والمنافسة اللي خلقها مع بيب جوارديولا. طبعا طبعا ده يعني ده شيء اساسي، ولكن احنا بنتمنى برضو التوفيق للمدرب الجديد اللي هيكون موجود ليفربول، لان الحقيقه خساره ان احنا بعد ما نشوفهم في الفتره اللي فاتت بيعملوا يعني لولا جوارديولا طبعا انت يعني عارف كان زمان ليفربول يعني في حته ثانيه لولا وجود جوارديولا طبعا. موسمين بيحسموا في اخر ماتش في مانشستر يعني مفيش كده في اخر دقيقه ليفربول بيبقى خلاص والسيتي بيخلص، لان بالزبط. منافسه السيتي امر مرهق زي ما ارتيتا قال لك احنا لو في اي دوري في العالم ناخد الدوري واحنا مربعين. مظبوط مظبوط. لكن منافس السيتي طب اعمل لهم ايه يعني طبعا. فريق دايما بيجيب اعلى معدل نقاط مفيش كده فعلا حقيقة. في المانيا في ايطاليا في فرنسا في اسبانيا ارسنال ياخد الدوري ليفربول ياخد الدوري، لكن لان معاهم السيتي وجوارديولا فالموضوع مختلف. دي حقيقه. طيب تفتكر بقى ايه هي اسوأ حاجه حصلت الاسبوع ده؟ بالنسبه لي اسوأ حاجه كانت تشيلسي. الحقيقه تشيلسي خسارته في الديربي بخماسيه مذله ومهينه ما كانتش هي الاصعب بقدر ما كان لقطه اتمنى الحقيقه نعرضها مع زمايلنا ليه مشجع طفل من مشجعين تشيلسي بيقول لهم ايه بقى؟ بيقول لهم انا مش عايز التيشيرت بتاعكم، انا عاوزكم تكافحوا عشان ترفعوا قيمه التيشيرت بتاعنا. انت فاهمه الفرق يا نادين؟ يعني هو بيقول لهم اي طفل او اي مشجع بيبقى قاعد في الملعب هو مش عاوز ياخد غير التيشيرت بتاع السوبر ستار او النجم طبعا. اذا كان بقى ستيرلينج اذا كان غيره، انما الطفل دوت يا عيني رفع اللافته من كتر ما يأس من الموسم بتاع تشيلسي، الموسم القاتم جدا الحقيقه طبعاً. اللي بعدوا فيه عن كل المراكز المؤهله للبطولات الاوروبيه، وقال لهم انا مش محتاج التيشيرت بتاعكم، انا محتاج ان انتوا تدافعوا عن التيشيرت بتاعنا بالظبط زي ما بقول لك كده. بيقول لهم انا مش محتاج التيشيرت بتاعكم، لكن انا محتاج ان انتوا تدافعوا على التيشيرت بتاعنا، ان انتوا تعملوا حاجه للتيشيرت بتاعنا اللي بصراحه بقى لقطة محزنة جداً. الحقيقة يعني لقطة محزنة وطفل صغير يعني بيشجع تشيلسي تشيلسي اللي من ثلاث سنين تحت قيادة توماس توخيل قدر يفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث سنين بس، وكان أسوأ قرار الحقيقة اتاخد إن الاثنين رحلوا عن بعض إن إدارة بويلي الإدارة الأمريكية للنادي الجديدة اللي بعد أبراموفيتش قررت رحيل توخيل، فما توخيل نجح ولا تشيلسي ساعتها شاف النور، تحس ان هي عامله زي لعنه جوتمان الشهيره مع بنفيكا. صحيح. توخيل من وقتها لا هو توخيل ولا تشيلسي من وقتها هو تشيلسي دخل في دوامه من النتائج السيئه، خسارته الديربي بخماسيه مهينه امام ارسنال، فعلا ارسنال كان بقاله بيلعب مجموعه من العرض او الخشب. مزبوط. فانا بعتبر تشيلسي هو الأسوأ في الاسبوع ده وعن جداره الحقيقه. اكيد يعني يعني الصوره دي كمان او اللقطه دي للطفل يعني لقطه فعلا محزنه ولقطه يعني ما نتمناش نشوفها بقى عندنا هنا مع الزمالك، لان انا افتكرت فاكر الفيلم بتاع محمد صبحي لما قال له يا ابني عقدت الولد الصغير. ايوه بالظبط كده. فالواد اتعقد يعني. كده طبعا. طب لو بكلمك بقى على اغرب حاجه حصلت في الاسبوع ده. كان في حاجات غريبه كتير الحقيقه الاسبوع دوت، بس انا اتفاجئت كسربرايز يعني بخروج الهلال السعودي، لان الهلال كان عامل امام العين كمان امام العين الاماراتي يعني. العين صحيح طلع النصر لكن خروج الهلال بعد الموسم الجبار اللي عاملينه ده سلسله فوز متتاليه سلسله لا هزيمه متتاليه الا ان الراجل ده سبحان الله القدر وكمان الهلال بتضم يعني نجوم يعني العين والهلال لو اي حد بيتكلم هيقول لا طبعا الهلال هو اللي هيفوز في المباراه دي. الغريب ان ارنان كريسبو من حوالي سنتين او ثلاثه كان بيدرب في قطر ولاعب الهلال خسر منه بنتيجه كبيره قوي. الكوره دايما بتديكي فرصه للرد، فيجي ارنان كريسبو يدرب العين الاماراتي فيلاعب الهلال في مباراه ليس هو المرشح الاول فيها على الاطلاق ويقود فريقه لخروج او لاقصاء الهلال والصعود للنهائي. فارنان كريسبو بقدر ما هو كان اسطوره كلاعب كره قدم عظيم في الكره الارجنتينيه يبدو انه اصبح ايقونه لجماهير العين الاماراتي، ومبروك للعيناوي وهارد لك للزعيم السعودي. هي دي الكوره. لكن الحقيقه ان الهلال مع جابرييل خيسوس كمان والنتائج المرعبه اللي عاملينها لم يكن في المتناول او لم يكن في المتصور ان هو يخرج بالطريقه دي ومن العين الاماراتي اللي هو كان مرشح عليه كتير. مظبوط. ولكن هم برضو دلوقتي غريبه طبعا، ولكن هم برضو دلوقتي في منطقه يعني احسن كتير من الفتره اللي فاتت بوجود مدربهم يعني الجديد. ولكن خليني بقى اكلمك على الحدث الاكثر اثاره في الاسبوع ده. الكلاسيكو. طبعا الكلاسيكو وما حدث في الكلاسيكو وجدل الكلاسيكو، لان الحقيقه مباراه غريبة. أنا ليا أحد الأصدقاء يعني بيقول لي أنا سبت المباراة 1-1 وبعدين كان بيتفرج يعني أونلاين فالنت قطع فنزل جاب حاجة رجع فبيقول لصاحبه الماتش خلص كام كام؟ قال له 3-2. قال له نعم 3-2 فين؟ أنا سايبهم 1-1 في الدقيقة 70 فين منين إزاي وليه؟ فده كلاسيكو من الزمن الماضي من زمن ميسي ورونالدو والمنافسة التاريخية اللي محظوظين إن إحنا عصرناها الحقيقة
منافسة كريستيانو وميسي في الكلاسيكو اللي ادت للكلاسيكو قيمة على القيمة، ومباراة بتؤكد على ان كلاسيكو الارض سيبقى كلاسيكو الارض، سيرحل النجوم وترحل الاساطير لكن يبقى الكلاسيكو كلاسيكو. مفيش ميسي ورونالدو، في بيلينجهام، في يمين يامال اللاعب الاسطورة اللي اتولد اسطورة، لعيب 16 17 سنة مسك كامافينجا الحقيقة عمل عليه مباراة كل الجمهور بيعمل عليها ميمز، وخد رجل المباراة رغم ان فريقه طبعًا خسر. في لعيبه كبيره قوي، في فينيسيو جونيور، في ديانج، في لعيبه عظيمه الحقيقه عملت، وفيها كمان خناقه الاسبوع جاليليو اللي انا وانت كنا بنتناقش، هل بلاش نتكلم في الموضوع ده عشان الموضوع ده حساس. لا ما انا انت لازم تتكلم فيه، انا عارفه حبك لبرشلونه. اكلمك بانصاف، انا ما اقدرش اقول الكوره دي جون ولا لا، لان في حاجه اسمها تقنيه. اللي انا عايز اسالك عليه جاليليو ازاي، يعني بصي الصوره دي يا نادين، ده كنا بنتكلم فيه. بصي الصوره دي جون، تشوفها من هنا، انا اشوفها جول. بس انا ما اقدرش احكم 100% لان زي ما انت كنت لسه هتقولي لي الدوري الاسباني ما فيهوش تقنيه الايد. ازاي بقى؟ او ليه يعني ليه هو الوحيد من الدوريات الكبرى اللي ما فيهوش التقنيه دي؟ خلي بالك اكتر دوري فيه جدل على التحكيم لسه كانت مباراه ريال مدريد وفالنسيا، والحكم لما صفر والكره بتدخل جون بتاعه بيلينجهام، جود بيلينجهام في الثانيه الاخيره. دايما الدوري الاسباني تحس ان هو بيحب يعمل الحاله دي حوالين التحكيم، في قصد ان يكون في جدل ربما لجذب مزيد من الاعلانات والرعاه، ربما لجذب المشاهدين، انا الحقيقه مش عارف. لكن كون ان الدوري الفرنسي والدوري الالماني والدوري الايطالي، مش هقول البريمير ليج اللي هم المفترض اقل تصنيف من الليجا، يكون فيهم تقنيه الايجل اي او تقنيه خط المرمى مظبوط، ومش موجوده في اسبانيا يعني عشان تحسن اللعبه. طبعا برشلونه اتكلم ان هو هيطالب باعاده المباراه لان القرار دوت قانون لعبه، الكره لو عدت جون وبالتالي ده غير نتيجه مباراه. لكن الحقيقه كل ده في الاخر بيعدي يعني هباء منصورا زي ما بيقول مزبوط. وبالتالي ما اعتقدش ان هيكون في جديد، لكن الحقيقه هي كانت اكثر جدل في الاسبوع هو الكلاسيكو والحاله الغريبه دي. يعني دي الاكثر جدلا ولا دي خناقه الاسبوع؟ انا حاسه ان دي خناقه الاسبوع. لا خناقه يعني الاسبوع يعني الاكثر جدلا. لو هنتكلم نتكلم بقى على مباراه نهضه بركان وطبعا اتحاد العاصمه يعني افريقيا بقى. ولا وكانت خناقه ما اتلعبتش، يعني الماتش ما اتلعبش والفرقتين ما نزلوش، وفي ان الصحافه الجزائريه بتؤكد ان مباراه الاياب مش هتتلعب، مش هتتلعب، فريق اتحاد العاصمه مش رايح، وبالتالي حاجه مش لطيفه وحاجه مش حلوه، وكنا نتمنى ان الموضوع يعني يمشي طبعا يبعد عن السياسه بكل الاشكال يعني طبعا. ولكن لو اكلمك بقى على تتويج الاسبوع، اكيد الانتريستا مبروك لكل جمهور النيراتزوري، تتويج وتتويج كمان ليه طعم مختلف لانه تتويج في الدوري ال20 ال20 خلاص عدوا البيج ميلان بلقب ميلان 19 الانتر 20، طبعا يوفنتوس لسه بيغرد 36 36 يعني بعيد عنهم. لكن اجمل ما في التتويج الانتر ان التتويج في ديربي الغضب، تتويج على حساب الغريم الازلي والمنافس التقليدي في ديربي الغضب. وبالتالي بس مش ملاحظه حاجه، كل الدوريات بتخلص، ايطاليا بتخلص الا احنا، وفرنسا خلاص باريس بيخلص، واسبانيا بيتخانقوا، والمانيا باير ليفركوزن عمل الاعجاز، فاضل ايه؟ ايطاليا ايه؟ الحمد لله الانتر خلص. طب ما حدش يعرف الدوري المصري هيخلص امتى يا جماعه؟ لا لا ما عندناش معلومه. عندك معلومه؟ مكمل معانا، شكلك عارفه ومخبيه عليا والله. لا 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 ده مكمل معانا شويه. يعني الحمد لله كل الدوريات بتخلص الا الدوري بتاعنا اللي مش عارفين هيخلص امتى ولا عارفين هيخلص ازاي. والحقيقه ان علامات استفهام عديده على لجنه المسابقات وعلى كيفيه اداره الدوري المصري وعلى كيفيه وجود، بحس احيانا ان هي محاولات متعمده لافشال المسابقه ولوضع علامات استفهام عليها. انا شايف ان في الامكان افضل بكتير مما يحدث، لكن ما باليد حيل. طيب لو هكلمك بقى على خبر يعني هو الأسوأ في الاسبوع، هيكون ايه هو الخبر من وجهه نظرك؟ بالتاكيد جمهور الزمالك امبارح تلقى صدمه متوقعه طبعا، وهي صدمه ايقاف القيد. لكن الحقيقه وارجع واقول تاني، المجلس اللي نجح في اداره ازمه مماثله من قبل في يناير وقدر يحل مشاكل اتشيمبونجو وشيكابالا وخلافه وقدر انه يعقد صفقات، قادر باذن الله على ان هو يحل نفس الازمه، وان كانت الازمه دي اصعب طبعا. وان كانت الازمه دي يا جماعه انا حقيقه مستغرب، يعني ايه لاعب ياخد قيمه عقده بالكامل؟ يعني ايه لاعب يكون الثغرات ديت في عقده؟ ارث صعب قوي الحقيقه، وارث سيء من عهد بائد عمل كوارث في نادي الزمالك بمنتهى الامانه. وبالتالي الحمل تقيل، الحمل تقيل فعلا. لكن انا عايز اقول ان وجود الكابتن حسين لبيب على راس البعثه اللي مسافره، طبعا الكابتن الدكتور حسام المندوه هو رئيس البعثه، لما الكابتن حسين مسافر مع البعثه دي رساله. لما رئيس النادي يطلع مع بعثه زي دي في مباراه صعبه طبعا زي دي دعم ورحله صعبه قوي زي دي، كبيره جدا، دي رساله. ولكن احنا عاوزين الماتش ده لان طبعا زي ما قلت لك يا نادين الماتش ده يعني النهائي، يعني البطوله، يعني 2 مليون دولار، يعني نص مليون دولار للسوبر الافريقي كمان من كل الجوانب، لا بديل فيها عن الفوز. ولكن لو هسالك بقى على لقطه اليوم، لقطه الاسبوع من وجهه نظرك، كان في لقطات حلوه كتيره قوي، لكن الحقيقه في مشجع زملكاوي كان بيوجه رساله لابنه بيقول له لما تكبر هتعمل ايه؟
فانا عايز الناس تسمع طبعا. تعالى نسمعها صوت وصوره طبعا. ساعه الناس دول هناك نفسين من الزمالك دول عايزك بقى ايه لما تكبر تروح المدرسه تهرب من المدرسه والدروس وتيجي تقعد معاهم هنا ماشي برضه تاخد فلوس من بابا وما تروحش تدرس وتيجي تقعد هنا يعني. يا جاليليو لقطة مميزة جدا لطبعا يعني مشجعين نادي الزمالك، ولكن انت نورتني النهاردة وللأسف وقتنا خلص، ولكن ده ما فيش خلاص يعني ختام او نهاية افضل من اللقطة اللي احنا شفناها دي، لكن انت نورتني وفعلا فدتني كتير جدا بمعلوماتك وبستنى يعني فقرتك. بشكرك يا جاليليو. افضل ختام وان شاء الله التأهل يوم الحد ان شاء الله طبعا الله. يعني بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في نهارك ابيض، وكان معايا المحلل الرياضي المميز محمد عبد الجليل جاليليو. استنونا ان شاء الله في حلقة جديدة من نهارك ابيض.